بسم الله الرحمن الرحيم. نعاود أعزائي الطلبة دارسي ليسانس الحقوق بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، أهلا بكم. نلتقي في المحاضرة الثانية ونحن نعرض لنماذج من لبعض الأسئلة لبعض التطبيقات التي قد التي المفروض تهتدون بها عند إجابتكم على الأسئلة في نهاية الدور دوت. بنصل إلى السؤال السادس، وسبق وذكرنا أن هذه الأسئلة موزعة على أبواب الكتاب الثلاثة، على باب النفقات العامة، وعلى باب الإيرادات العامة، وعلى باب الموازنة العامة. لسه احنا في مجال الأسئلة الخاصة بالباب المتعلق بالإيرادات العامة أو الموارد العامة اللازمة لتمويل الإنفاق العام. ونصل للسؤال السادس، كما ذكرت، عرف الضريبة مبينا خصائصها ومبادئها أو قواعدها. الضريبة مورد مهم من موارد أو من الموارد العامة، وتمثل تقريبا 70% من الحصيلة العامة للإيرادات العامة، فأمرها مهم هذا من ناحية. من ناحية تانية، الضريبة من ما يسمى بالموارد السيادية التي تستعين الدولة في تحصيلها وفرضها على صلاحياتها الموجودة لديها فقط ومحروم منها القطاع الخاص، صلاحية القهر والقصر والقوة والجبر. الضريبة نتعرض فيها الأمرين، تعريف الضريبة وخصائص سؤال هذا السؤال تحديدا. سؤال لك عارف الضريبة مبين الخصائص، بتعريف الخصائص أولا، ثانيا مبادئها وقواعدها. أولا تعريف الضريبة وخصائصها. تعريف الضريبة، هناك عدة تعريف أطلقت على الضريبة، نصفر منها. عدة تعريف أطلقت على الضريبة أو عدة عناصر. الضريبة مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة من القطاع الخاص أو من مشروعاتها الخاصة بقصد تحقيق نفع عام. فالأول أمر إيه؟ أمر ترك مبلغ نقدي تجبر الدولة أو الهيئات العامة المحلية الفرض على دفعه إليها بصفة نهائية وبشكل نهائي، ليس مقابل انتفاع عند خدمة معينة، وإنما لتمكينها من تحقيق منافع عامة. ب، الضرائب هي المورد المالي العام الذي تنظمه الدولة من أشخاص جبرا فرض استخدامه في تحقيق أهداف عامة. مبلغ نقدي جبرا، تصل الدولة جبرا. الضريبة أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية، يعني الأفراد لا يستوردونه، ليس كالقرض العام. الأفراد يصرفوا الدولة أو الحكومة تصرف الدولة وفي الآخر على مدة معينة وفي نهاية المدة تسترد هذا الإيه؟ هذا المقرض يسترد ما أقرضه. لا، القطاع الخاص أو مشروعات الدولة الخاصة تدفع ضريبة ولا تحصل على شيء وبشكل نهائي وبلا مقابل بقصد تخطيط إيه؟ الأعباء العامة. الضريبة فريضة إلزامية تحددها الدولة ويلتزم المورد بأدائها بلا مقابل، تمكين للدولة من القيام بأعبائها العامة، بأهدافها العامة، بنفقاتها العامة. الضريبة هي الأداء المالي الإجباري الذي يدفعه الملزم بها بصفة نقدية، مبلغ نقدي، ودون مقابل لتحقيق تغطية النفقات إيه؟ العامة أو تمويل النفقات العامة. بص، بشكل نقدي برضه ما الضريبه قلنا شكل ايه؟ شكل النفقه العامه، برضه شكل يعني مبالغ بتخرج من خزينه الدوله بشكل نقدي.
بشكل ايه نقدي. وبرده يعني بص خلي بالكم في تعريف الضريبه وتعريف النفقه العامه الاثنين نقدي مبالغ نقديه الدوله بتدفعها او الافراد بيدفعها. دي كله انعكاس للانتقال من الاقتصاد العيني الى الاقتصاد النقدي الى ظهور النقود اي كان شكل النقود سواء كانت نقود معدنيه او ورقيه او ائتمانيه. طب خصائص الضريبه ايه؟ من هذه التعريف يتضح ايه؟ ومن خلال هذه العناصر يتضح ايه؟ ان الضريبه تشتمل على بعض الخصائص. اقتطاع نقدي تدفع بطريقة نهائية، تدفع جبرا او بشكل الزامي، تدفع بشكل بدون مقابل. الضريبة تمكن الدولة من ادخار النفع العام، صح؟ دي اللي احنا قلناه قبل كده. المسألة الثانية في السؤال، المسألة الثانية في السؤال هي القواعد او مبادئ الاساسية لفرض الضريبة. اولا ابتداء النفقة العامة، عشان هنشوف النفقة العامة او هنشوف الموازنة العامة كده عشان الدولة تنفق السنة الجاية في الموازنة العامة لازم بقانون او بمعنى اخر لزيادة التوضيح، ما اقدرش اجرم فعل او احدد عقوبة لهذا الفعل المجرم الا بقانون. قانون يصدر منين؟ من السلطة التشريعية أو السلطة النيابية أو القائم مقام السلطة التشريعية أو النيابية في حالة عدم وجودها لحلال السلطة التشريعية أو المجلس النيابي. لابد من إيه؟ من تشريع لفرض ضريبة أو لفرض عقوبة أو تحديد أو إنشاء أو تجريم فعل، لابد من القانون. فأيضا الضريبة على مجموعة من القواعد، لابد من القانون واحد وقواعد أخرى اقتصادية بقى في شكل عام. بشكل عام الضريبة يجب أن تتوفر فيها المزايا أو الشروط التالية: العدالة، اليقين، الملائمة في الدفع، الاقتصاد في نفقات الجباية. العدالة، يرى الاقتصادي او الاقتصادي انه يجب ان يساهم كل فرد او كل رعايا الدوله او المقومين فيها، هي كان بقى معايير فرض الضريبه، في تحصيل اعباء الدوله كله حسب امكانياته، كله حسب قدراته، بنحو يتناسب مع دخوله. ومعنى ذلك ايه؟ ان ادم سميث لازم يوضح هذه القواعد، ياخذ بالضريبه النسبيه نسبه معينه 5% من الدخل، 6% من الدخل، 7% من الدخل، ويقصد بها ان يوزع العبء المالي على افراد المجتمع كل حسب قدراته على الدفع. فمبدا العداله يتضمن في داخله العموميه، داخل مبدا العداله الكل يدفع، الكل يدفع، مش كل هيستفيد من 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 الخدمات اللي الدوله هتقدمها من خلال هذه المبالغ اللي بياخدها منهم، فالكل يدفع. الكل طالما الدوله الكل هيستفيد يبقى الكل يدفع. بص اسمها العموميه، الكل يدفع، الكل ليدفع. ولكن هذا لا يمنع ان بعض ما يدفعش. الدولة هتراعي مبادئ وظروف معينة، يعني ممكن القوي او اللي عنده ملاءة مالية ما يدفعش لاعتبار اقتصادي عشان يعمل مصنع ويشجعه وهكذا. المحدود الدخل او معدوم الدخل ما يدفعش لظروف اجتماعية، يعني الاصل عام عمومية كله يدفع، كله يساهم ما عدا بعض الاستثناءات لظروف اقتصاديه لظروف اجتماعيه او ظروف سياسيه. ممكن الواحد سافر هنا ولا اعضاء السفاره الاجنبيه في البلد المضيف ما يدفعوش، ولكن برضه بشرط ايه؟ المعامله المثل. دي كلها دي خارج الايه؟ خارج الاجابه عن السؤال، بس عشان ايه؟ المساله تتضح. اثنين برضه المبدا اللي هي العداله بتحقق المساواه، يعني ضروره مراعاه المقدره التكلفيه او الماليه للمول عند فرض الضريبه. المبدا الثاني او القاعده الثانيه قاعده اليقين. مضمون هذه القاعده ان تكون الضريبه الملزم دفعها محدده بوضوح وبلا تحكم ومعلومه للممول بشكل يقيني لا غموض فيه ولا تحكم، بحيث يكون ميعاد الدفع معروف وطريقته معروف والمبلغ المطلوب منه وسعرها معروف. كل ذلك مبدا اليقين موجود في القانون اللي صدر بفرض
الضريبه في كل هذه المسائل، متضمن العموميه، متضمن اليقين، عارف هيدفع قد ايه وامتى هيدفع وهيدفع منين، على راس المال وعلى دخله ولا على انفاقه وهكذا. قاعده اليقين. القاعده الثالثه، على فكره مبدا اليقين بيحقق ايه برضو، او يلزم تحققه ايه عشان يبقى فيه يقين، ان تكون التشريعات الماليه، القانون الضريبي، التشريعات الماليه والضريبيه واضحه، ده القانون الصادر لفرض الضريبه واضح، بحيث ايه يفهمها عامه الناس دون عناء او التباس. القانون الصادر لفرض الضريبه دوت بيسموه التشريع الضريبي، شكل اخر تشريع الضريبه على الدخل في مصر القانون 91 سنه 2005 وتعديلاته واضح. وان كان هذا لا يعني ايه، وهذا لا يعني ايه، ممكن يبقى فيه بعض الغموض، ايه المشكله المشرع يتدخل فيما بعد ويزيل هذا الغموض. في عيب حصل في التشريع، المشرع لما يكون يطبقه اكتشف هذا العيب، المشرع يتدخل. فصدور قانون الضريبه مش معناه خلاص يبقى صدر وخلاص، لا ممكن اعدله حسب ما يقتضيه ايه الصالح ايه العام او اقتضاه ايه القومي. ايضا يجب ان يكون في هذا القانون يجب ان يتضمن ان تجعل الدوله في متناول المولين، متناول المولين المكلفين بدفع الضرائب جميع القوانين المتعلقه بما تقرره من ضرائب وما تفرع عنها من قرارات ولوائح وتعريف عليه، يعني امثله يعني القوانين وخاصه قانون الضرائب يكون متاحه للجميع. دي مش معناها ان الدوله هتوزع عليهم بقى قوانين يعني او ما يصدر من قوانين، ولكن يعني في بعض البسطاء لا يعلمون، ولكن يعني هذا ما يجب ان يكون. احنا بنتكلم على ما يجب ان يكون، على فكره ما يجب ايه ان يكون، ما يجب، خلي بالكم ما يجب ان يكون. قاعده ثالثه، قاعده الملائمه والتحصيل، الملائمه في التحصيل. قانون صدر، قانون صدر دي برضه اما يتضمن القانون صدر بفرض ضريبه او موظف مصلحه ضرائب يعني يراعي يعني امتى حصل الضريبه، اختار الوقت المناسب. دي كل ذلك برضه يجب ان يعني يجب ان يتضمن المراعاه يعني الملائمه في التحصيل، يعني يعني يكون ميعاد تحصيل الضرائب ملائم مع ميعاد تحقيق الدخل. في فرض ضريبه على الدخل او الربح بشوف بقى حقيقي الدخل امتى، في نهايه السنه الماليه بوزع، ما تجيش اثناء السنه الماليه والسنه الماليه لسه ما انتهتش وما اعرفش كنت ربحت ولا خسرت، واجي تقول لي ادفع ضريبه عما حدث خلال الشهرين دول، لا استنى اصبر عليا حد سنة ما تخلص يكون عرفت ربحت أم خسرت. ربحت تعالى وحاسبني يلا شوف إيه الربح الصافي قد إيه وحاسبني وهكذا، أو توقيت الحصول على الأجر أو الراتب اللي جبت ضريبة إيه المرتب. المبدأ الرابع، مبدأ الاقتصاد في نفقات الجباية. يقضي هذا المبدأ بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل نفقات. يعني مش اللي حصل من الضريبه المفروض، سواء الامر يتعلق بنفقات بضريبه على المرتبات، ضريبه على الدخل او ضرائب على المبيعات او فيما بعد ثم هننتقل لضريبه من الضريبه على القيمه المضافه، اللي هجيبه من هنا هصرفه من هنا على مرتبات الموظفين والى اخره، لا اسمه ايه؟ وحصل الضريبه باقل قدر من التكلفه، اقل قدر ايه حتى يتحقق ان الضريبه ديت لو التكاليف صغرت كل الحصيله يبقى ساعدني فيه بقى. هذا هو على السؤال ايه السادس. ننتقل الى السؤال السابع، عرف الرسم. لسه برضه في اطار ايه باب الاراده العامه، عرف الرسم مبينا الفروق والاتفاق بينه وبين الثمن العام ومقابل التحسين والضريبة. خلي بالك السؤال ده هو جامع يعني أغلب الإيرادات العامة. الرسم أثناء الشرح في المحاضرات أو أثناء العرض للأسئلة والإجابة عليها اللي بعتبره يعتبر إيه إعادة الشرح لا مانع. هذا السؤال بيتضمن معظم الموارد العامة للدولة، معظم الإيرادات العامة، الرسم، الثمن العام، مقابل التحسين، الضريبة. خلي بالكم في موارد أخرى، الغرامات، التعويضات، إعانات من الدول،
القروض العام دي بس ايه هذا جاء يعني هذا جانب من الموارد العامه، هذا جانب من ايه الموارد ايه العامه والايرادات ايه العامه لو على ايه الموارد ايه او الايرادات الاخرى اللي انا لسه ذاكرها دلوقتي. الرسم تعتبر رسوم الايرادات التي تدخل خزانه الدوله بصفه تكاد تكون دوريه ومنتظمه، والتي تستخدم حصيلتها في تمويل النشاط المالي او تمويل الانفاق العام وتحقيق النفع العام، وتحصل الدوله على ايراداتها من الرسوم كمقابل للخدمات التي تؤديها مرافقها العام للافراد مثل رسوم البريد، رسوم التعليم، رسوم قضائيه، رسوم صحيه، يعني في مقابل. تعريف الرسم، اولا الاجابه دي تتضمن امرين، تعريف الرسم وبيان خصوصه اولا، ثم ثانيا بيان الفروق او الاتفاق بينه بين الرسم كايراد مالي وبين ايه الضريبه قلنا والثمن ايه والثمن العام وقلنا ايه ثاني ومقابل التحسين. اولا تعريف الرسم، من خلال التعريف الرسم عباره عن مبلغ نقدي يدفع، بص مبلغ كل حاجه نقدي 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 نقدي، كل النفقات نقديه، كل الايرادات العامه نقديه، ايا كان هذا الايراد العام. الرسم عباره عن مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا، خلي بالكم جبرا دي، الى الدوله مقابل خدمات معينه تؤديها اليه الدوله يترتب عليها نفع خاص له الى جانب نفعه عام. ويتضح من هذا التعريف ان الرسم يتميز باربع خصائص هامه وهي الصفه النقديه، لازم مبلغ نقدي، دي مش محتاجه ايه كلام. الالزام او الجبر، كلمه الالزام والجبر بقى فيها كلام شويه. واحد انت هتروح الجامعه هتدفع رسوم ايه جامعيه، هتروح المدرسه تدفع رسوم ايه المدرسيه، هتروح تستفيد من خدمه المستشفى تدفع رسوم، تروح للقضاء عشان في منازعه بينك وبين شخص اخر بينك وبين الدوله تدفع رسوم قضائيه. هتقول لك انا مش هروح القاضي مش هدفع. بقول ايه عنصر الالزام والجبر، مش هروح. لا تغصب عنك انا هتروح. من ناحيه الوقايه هتروح. مش هتعلم ازاي ما تتعلمش، مش هعلم ولادي ازاي ما تتعلمش. فظاهره اختيار ولكن باطنه جبر. هل معنى ذلك تحول الامر لضريبه؟ برضه الضريبه هي جبر، فيها الزام، لازم تدفع الضريبه. لا بس في فيها هيبقى فرق، يعني لسه برضه هنتكلم عن الفروق. فرق ان ايه دفع الضريبه ما بيحصلش على مقابل هو بيدفعها. اما الرسم رغم حقيقته يتضمن جبرا الاختيار يكاد ينعدم، من الواقع بيقول كده، ولكن وهو بيدفع بياخد، بص وهو بيدفع بياخد. يعني بيحصل على مقابل، يحصل عليه على مقابل. عنصر اذا عنصر الجبر ده عنصر ايه؟ القبر. وعنصر المقابل، بص عنصر المقابل لازم ياخد. بص لازم ايه؟ ياخد. وان كان اللي بياخده اقل من النفع الحقيقي لايه؟ اللي بياخده. رسم التعليم، فكرك الرسوم المدرسيه على قد الخدمه التعليميه اللي الدوله بتديها لك؟ الخدمه التعليميه بتكلف الدوله كثير. ولكن تدفع انت قليل في سكه الرسم. بس المقابل هنا اذا المقابل ايه؟ المقابل للمدفوع اقل من تكلفه الحقيقيه للخدمه اللي تحصل عليها كعنصر المقابل. اربعه تحقيق منفعه عامه الى جانب المنفعه ايه الخاصه. صحيح دافع الرسم بيحصل منفعه خاصه. منفعه تعليميه، منفعه صحيه، منفعه قضائيه. ولكن برضه لا يشارك فيها احد. اوكي؟ ولكن الى جانب هذه المنفعة الخاصة توجد منفعة عامة تتمثل في الخدمة المعينة قلنا التي تدل العامة قلنا خلاص، كما انه قلنا دي الخدمة الخاصة، يعني ان هذه الخدمة تمثل الى جانب النفع الخاص نفعا عاما في المجموع يعود على المجتمع ككل وعلى الاقتصاد القومي في مجموع. ننتقل للمسألة الثانية في الإجابة، التفرقة بين الرسم والثمن العام ومقابل التحسين والضريبة. في فروق؟ بالتأكيد انتوا فهمتوا الفروق بين الرسم والثمن العام وقبل التحسين والضريبة، ولكن هذا دي جزء تاني من ايه الإجابة. الرسم والثمن العام يتشابه الرسم مع الثمن العام في ايه؟ بأن كل منهما يدفع في سبيل الحصول على الايه؟ سبيل الحصول الفرد على نفع خاص. يدفع الثمن العام عبارة عن ابتداء هو ايه؟ هو مقابل تحصل عليه الدولة من بيعها سلعة أو خدمة. الرسم برضو مقابل تحصل عليه الدولة مقابل ايه؟ بيعها وتقديمها خدمة أو سلعة. فالاتنين ايه؟ فالاتنين ايه؟ يدفع في سبيل الحصول الفرد بيحصل منافع خاص.
بياخد سلع، بيشتري سلع من الدولة، بيشتري بياخد خدمة من الدولة. فالفرد في اتنين بياخد النفع ايه؟ بيحصل عليه نفع خاص في الخدمة اللي تقدم، يخدمها المرافق، بيسموها المرافق العامة بتقدمها، او المشروع بيقدم نفع خاص في حالة الرسوم، في حالة الحصول على السلع والامر تعلق بمشروع صناعة وتجارة او الى اخره، بيسموها التأمين العام. كما يتشابهان دي من ناحية ايه؟ اول حاجة ايه؟ شبه برضه بيتشابهان من ناحية ايه؟ ان كل منهما مساويا لتكلفة الخدمة المستهلكة او اكبر او اقل منه. بص بقى الامر يختلف بقى، هم لو تعمل عام ممكن تأديها او مساويه او اقل منه وهكذا. والاعتبارات اللي تدعو الدوله الى جعل الرسم اكبر او اقل من الفعل الخاص المؤدي اكبر اقل اقصر هي ذاتها التي تدفع برضو الى ايه؟ نفس الامر في الرسم، نفس الظروف دي هي برضو اللي تدفع في الظروف الاخرى برضو في التامين العام، في سهم المنتجات او هدوم الصناعه وبسهم التامين العام اكبر اقل يساوي. وتشابه الرسم مع السهم العام اخيرا فان كل منهما يتضمن ايه؟ ضريبه مستتره او ايه؟ ومقنعه في حاله زياده كبيره عن ايه؟ تكلفه الخدمه او الايه؟ او السعر المقابل، ممكن تكون ضريبه مستتره. اما اول اختلاف بين السهم العام والرسم فهناك اول متعدد من ناحيه طبيعه المقابل. التامين العام يدفع مقابل النفع الخاص، فالسهم العام يدفع مقابل النفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد من السلعه تبع الدوله او مشروعها، بينما يدفع الرسم مقابل نفع خاص مقترن بنفع عام الذي يؤديه المرفق للمجتمع. يعني الرسم حالة الرسم في نفع خاص مع في رفع عام، يعني 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 كل المجتمع ككل بيستفيد، المجتمع ككل بص المجتمع ككل بيستفيد. اما بالنسبه للسلعه المجتمع مش كل اللي بيروح ولا بيستفيد، اما الخدمه التعليميه كله بيستفيد، تقريبا كله بيستفيد، الخدمه الصحيه كله بيستفيد. اما الدوله بتبيع سلعه، مين اللي هيستفيد؟ اللي رايح بس، اللي رايح بس. ايه تاني؟ يدفع الرسم جبرا على الافراد، بينما يدفع السهم العام اختيارا يعني بواسطه مشتري السلع. وذلك ممكن ايه؟ الايه؟ ممكن استبعاد اللي يدفع يروح، واللي ما يروحش انا استبعده مش هيشتري. التي يقدمها المشروع الصناعي او يتم فعل مشروع تجاري. طيب ايه تاني؟ اخيرا بدات تتناقص اهميه الرسوم كمصدر الايرادات العامه، بينما العكس صحيح بالنسبه للتامين العام الذي تزداد اهميته نظرا للاتجاه الحديث في الدول المختلفه للتدخل في الحياه الاقتصاديه وانشاء كثير من المشروعات الصناعيه والتجاريه التي كانت من قبل وفقا وقفا على نشاطه الخاص. دي الحته دي محل ايه؟ كلام شويه بدليل اللي بيقول يعني الدوله بدات تعيد النظر في مشروعات القطاع العام. كانت بتبيع في الاول، هي بدات توقف. الدستور بيقول ما حددش في الدستور الجديد في 2014 ما حددش اقتصاد معين رسمي ولا اشتراكي. الامر كله متعلق عليه على مصلحه المصلحه العامه. الرسم ومقابل التحسين والاثاوه، عارف مقابل التحسين والاثاوه ايه؟ الدوله بتقوم بمشروع تشق طريق خط مترو انفاق، تعمل طريق خط نقل داخلي، فالعقارات على جانبي هذا المشروع على خط المترو الى اخره، او تعمل مستشفى في مكان، العقارات القريبه من هذه الاشغال العامه قيمتها بتزيد، قيمتها بتزيد. فالدوله ايه؟ تفرض على ايه؟ اتاوه مقابل بص مقابل تحسين، مقابل ايه؟ تحسين حالتها تحسنت في نظر الناس، في نظر صاحب الايه؟ العقار. فده بتحصل ايه؟ بتفرض على المستفيد. ولاحظ ايه؟ كلها عقارات استفادت من قيام الدوله باشغال عامه، مد خط مترو اليها، مد خط نقل داخلي اليها، اقامه مستشفى، إقامة مدرسة، إقامة جامعة إلى آخره. فتفرض إيه؟ فتحسنت أحوالها، زادت قيمتها. خلاص الدين. الدين إيه؟ مقابل تحسين. مقابل إيه؟ تحسين أو إتاوة أو إيه إتاوة. طيب مقارنة طيب بالضريبة والرسم. أوجه الشبه. بالتأكيد أنت عرفت دلوقتي الشبه إيه. الشبه الرسم والضريبة فإن كل منهما مبلغ نقدي جبراً. جبراً من إيه؟ الرسم من الناحية الحقيقية. كل منهما يدفع للدوله بصفه يدفع يعني مش هترجعه
وتستعين بحصيلتها لتغطية النفقة العامة، ماشي أوكي، مش هترجعه. بس طيب تدفع الدولة في سبيل اقتضائي، الدولة تتمتع بامتيازات، يعني ازاي؟ رسم انت دفعت الرسوم وما دفعتش، خدت خدمة وما دفعتش الرسم، حققت دخل وهو بقانون وما دفعتش الضريبة، لا ممكن نحجز على أموالك، ممكن أحبسك في امتيازات. وعكس وكمان لو اكيد لو وانا بحجز على اموالك فانت برضو ليك ديون على اخرين، بفي دين تبع اخرين، يعني قطاع خاص، يعني شخص تاني كنت اقترضت منه، فعاوز ايه ياخد يشاركه، له حق لديه، له دين عندك، جيت حجزت على اموالك الدوله حجزت، مين ياخد الاول؟ دين الدوله هو الذي يستوفى الاول. ورغم وجود الشبه دهوت فانه توجد اختلافات كبيره بين الرسم والضريبه، نصفر منها تدفع الضريبه دون مقابل خدمه معينه، باخد منك مش هتاخد وقت الدفع، خلي بالك، وان كنت ايه بتستفيد بعد فتره من هذا الدفع، ما الدوله هتاخد الفلوس منك وغيرك يعني، والحصيلات الدوله هتعمل بقى ايه؟ تعمل مستشفى، تشق طريق، تعمل جامعه، تدفع مرتبات اجور لناس انت بتروح بتقدم الخدمات. فتدفع الضريبة دون مقابل خدمة معينة، بينما الرسم يدفع ايه؟ مقابل حصول الفرد على خدمة معينة. طيب تفرض ضريبة لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية، اما الرسم فهو هدفه الاساسي حصول الدولة على ايراد مالي للقضية العامة. على فكرة المسألة في الاول في البداية لما كانت الدولة حارسة كانت الضريبة تفرض لتحقيق حصيلة مالية بس، ولكن الدولة لما اصبحت متدخلة اصبحت حصيلة مالية وايضا وتحقيق اهداف اخرى اجتماعيه واقتصاديه. اما الرسم في جميع الاحوال هو ايه؟ هدفه مالي. ثالث حاجه تفرض ضريبه ويحدد سعرها بقانون خاص، لازم قانون. لكن الرسم يفرض بقانون، ولكن ممكن ايه؟ لازم برضه قانون، ولكن يترك للسلطه التنفيذيه تحديد ايه؟ سعر ايه؟ سعر الرسم. تفرض الضريبة على أساس الطاقة المالية للفرد، المقدرة المالية للأفراد، قدرتهم إيه ومدى قدرته على تحقيق أعباء العامة. أما الرسم يفرض على أساس تغطيته ونفقات المرفق الذي يقدم النفع الخاص إلى دافع الرسم. السؤال الثامن ننتقل بقى إلى إيه؟ أعطينا بعض الأمثلة أو النماذج لباب الإيرادات، الإيرادات العامة. ننتقل للباب الثالث هو الأقل حجما في الكتاب، وعلشان كده برضو كان نصيبه من الأسئلة قليل. الثامن وتاسع، السؤال العاشر ذات صلة بالباب الأولاني اللي هو النفقات إليه العامة. أول سؤال وسؤال رقم الثامن، أول سؤال في باب الموازنة العامة، أول سؤال في الباب وهو يحمل الترتيب الثامن في التطبيقات، عرف الموازنة العامة. مش ملاحظين؟ أول كل باب بقول عرف الباب الأولاني عرف النفقة العامة، أول ما دخلنا على الإيرادات العامة عرف الإيراد العام، بعد ما دخلنا على الموازنة العامة عرف الموازنة العامة. عارف الموازنة العامة، تعرف الموازنة العامة للدولة بأنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة خلال سنة مالية قادمة. مع إجازة من جانب السلطة التشريعية أو النيابية. مع إجازة. معنى ذلك إيه؟ أن الموازنة العامة تتضمن التوقع والاعتماد والسنوية. ثلاث عناصر. يجب كون الموازنة العامة في أو الموازنة العامة هي إيه كده؟ توقع ليه؟
لحصيلة، توقع قصدي توقع لنفقات، توقع لنفقات عن سنة مالية قادمة. وهذا التوقع يجب أن تجيزه تجيز السلطة التشريعية ولمدة سنة ميلادية 12 شهر عادة. عادة إذا الميزانية العامة توقع، توقع لإيه؟ لما سوف، بص، لما سوف تنفقه السلطة التنفيذية، وتحديدا الذي يقوم بإعداد هذه الموازنة إحدى الوزارات وهي وزارة المالية. فبالنسبة للتقدير والتوقع فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل الإدارة العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي ينتظر أن تنفق السلطة التنفيذية لإجباع الحاجات العامة للشعوذة خلال فترة مالية مستقبلية غالبا ما تكون سنة. ومن نافرة القول أن توقع نفقات وإيرادات الدولة عن الفترة المحددة للموازنة العامة السنة لا يتم بمعزل عن توقعات النشاط الاقتصادي في المجتمع وحجمه. طيب الميزانية العامة إجازة، الميزانية العامة إجازة، من إجازة؟ لابد من إجازتها من جانب السلطة التشريعية. يجب ممثل الشعب، نواب الشعب، كان يسمى قبل ذلك مجلس الشعب اللي هو الحل، دلوقتي في الدستور 2014 أصبح يسمى مجلس نواب، لابد من إجازته. تقدر ما فيش مجلس نواب دلوقتي وميزانية 2014-2015 مين اللي هيجيزها؟ رئيس الجمهورية له سلطة تشريعية، يقوم مقام مجلس النواب ويجيز الموازنة العامة للدولة، ويصدر بقى قانون بيسمى قانون رابط الموازنة العامة، خلي بالك، ويصدر بقى ايه؟ قانون. دي مقصود ايه؟ بالإجازة، مقصود ايه؟ بالإجازة. طيب سؤال حتة كده، هل الدولة أو الموازنة العامة، الموازنة العامة بتتوقع إنفاق، نفقات عامة، إيه كانت تصنيفاتها بقى وأشكالها وأنواعها، هل بتتوقع إيرادا؟ لا، هي بتوقع إيراد على أساس الموجود، يعني على أساس إيرادا تتوقع إيرادا، تتوقع إيرادا، ولكن إيرادا جديدا بتتوقع إيرادا وفقا للقوانين السارية، وتأمل وتتوقع تحصيلا معينا وفقا للقوانين السارية. بس المسألة الموازنة العامة هي أصلا قايمة على أساس النفقات، هتنفق قد إيه؟ ومش عاوز أحمل الشعب لأن هجيب النفقات العامة دي منين؟ ما هجيبها منين؟ هتمولها منين؟ هتمولها من ضرائب، هتفرض ضرايب، هتفرض ضرايب مثلا، هتختار القروض، ومن يدفع الضريبة؟ من يتحمل القرض؟ من الشعب؟ لابد من موافقة مين؟ السلطة التشريعية، لابد من موافقة السلطة التشريعية. يبقى عنصر ثالث من عناصر تعريف الموازنة العامة، وهو أن توقع الإنفاق أو توقع الموارد من خلال القوانين السارية خلال فترة زمنية قادمة عادة ما تكون سنة ميلادية، ما تكون سنة ميلادية. ننتقل للسؤال التاسع، ننتقل للسؤال التاسع، بيقول بين القواعد الأساسية الواجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة للدولة. مش قلنا وانا بنتكلم عن الضريبة يجب أن تتضمن بعض القواعد الملائمة واليقين، هذه القواعد، والاقتصاد، ويجب أن يصدر بها قانون، صح؟ أيضا الموازنة العامة
ووزارة المالية بتعدها كده بتراعي إيه؟ بعض المبادئ، بعض القواعد. اتفق علماء المالية العامة على أن إعداد الموازنة العامة للدولة يجب أن يخضع لمجموعة من القواعد تهدف إلى وضع الموازنة في صورة واضحة كي يسهل على السلطة التشريعية تفهم. مش الموازنة العامة دي إنفاق هيحمل الأعباء، هيحمل الأعباء على المواطنين. طيب وفي المواطنين دول ممثلين يبقى يدفع مصالحهم، يبقى خلاص وضحي لي يا سلطة تنفيذية، هي عادة اللي بتعد الموازنة العامة، وضحي لي الأرقام اللي جايه لي ديت، اللي هوافق عليها ديت أو موافقش، عشان هوافق أو موافقش، كي يسهل على السلطة التشريعية تفهمها أو رقابتها أو تعديلها أو متوافق أو متوافقش، ومن ثم فرض الرقابة على تنفيذها كما تهدف هذه القواعد كذلك إلى أن تكون الموازنة العامة معبرة تعبيرا صادقا عن النشاط المالي للدولة، عن مالية الدولة، عن وضع المالي للدولة. يعني كان في إمكان الدولة تجيب موارد كتير، ما تجيبي، وتحقق رفاهية، ما تجيبي، الاقتصاد القومي لا يمر بصعوبة، يبقى والدولة والحكومة عملت إنفاق كبير، لا خلي بالك شوية، لا دي في خطأ، خلي بالك، راجع نفسك، ارجع تاني، عيد الأمور مرة تانية، عيد النظر في هذه التقديرات وهكذا. فضلا عن أن هذه القواعد تجنب الحكومة الخطأ وتقلل من احتمالات الإسراف، لا سيما في حالة إيه؟ زيادة الإيراد على الإنفاق. يبقى في إيه؟ لو الإيراد زاد على الإنفاق ممكن تتصور أو ممكن تصور، يا ريت، ولكن ممكن إيه؟ ولكن ممكن يعني دي برضه بالنسبة لك لابد يعني توازن أحسن، يعني دي أدي دي أحسن. وهناك خمس قواعد أساسية للموازنة العامة، يمكن نسميها دستور الموازنة العامة. خمس إيه قواعد؟ هي إيه؟ السنوية، وإيه تاني؟ وحدة الميزانية، سنوية وحدة الميزانية. ثالث حاجة العمومية. رابعا قاعدة عدم التخصيص. خامسا قاعدة التوازن. قاعدة إيه؟ التوازن. نرجع تاني لأول قاعدة أو أول مبدأ عند إعداد الموازنة العامة، قاعدة السنوية. قاعدة السنوية، على فكرة هتلاحظوا بالنسبة للضريبة، عشان أقول لكم يعني الفروق بين الضريبة وبين الموازنة. الضريبة برضو فيها من ضمن قواعدها السنوية، ومن ضمن قواعدها العمومية. السنوية تقضي هذه القاعدة، مفاد هذه القاعدة وهذا المبدأ بأن يتم تقدير الاستخدامات، أقدر الإنفاق الجاي السنة الجاية، يتم تقدير استخدامات الدولة ومواردها لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة، 12 سنة يعني 12 شهر، قد تكون مطابقة للسنة الميلادية كما هو الحال مثلا في فرنسا، أو تتداخل معها كما هو الحال في مصر، تبدأ في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو كما هو الحال في بعض الدول منها مصر، إذ تبدأ السنة المالية في أول يوليو مثلا في مصر وتنتهي في آخر يونيو من السنة التالية. طيب، وتعد قاعدة السنوية المبادئ الأكثر استقرارا عند إعداد الموازنة العامة للدولة، على أساس أن السنة تمثل دورة كاملة للفصول المناخية الأربعة، ومن ثم تتميز المصروفات والإيرادات القادمة المتوقعة خلالها بصفة التكاثر. كذلك فإن السنة فترة ملائمة، لو قلت أو زادت تبقى في صعوبة، فترة ملائمة لتقييم أداء السلطة التنفيذية، كما ترجع المباريات الأساسية للسنوات الميزانية أساسا إلى اعتبارات سياسية، إذ أنها تكفل دوام الرقابة السياسية من المجالس النيابية على أعمال السلطة التنفيذية، هذا فضلا عن أن ذلك يتمشى مع مجموعة من الاعتبارات المالية، بالنظر إلى أن المشروعات الخاصة تضع ميزانيتها كل عام، كما أن الضرائب المباشرة تحصل برضو، خلي بالكم بصوا الضرائب عن مدة عام برضو هي الأخرى. طيب، القاعدة الثانية قاعدة وحدة الميزانية.
وحده الميزانيه. يقصد بقاعدة وحدة الميزانية أن تدرج جميع نفقات وإيرادات مختلف الوحدات التابعة للجهاز التنفيذي التابعة للدولة في موازنة واحدة، وتهدف قاعدة وحدة الميزانية إلى إعداد وثيقة واحدة لكل مصروفات الدولة، كل حصيلة الدولة أيا كان مصدرها وأيا كان وجه الإنفاق عن فترة قادمة، الأمر الذي يساعد على معرفة الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة، فضلا عن سهولة ممارسة الرقابة السياسية والشعبية خلال مراحل تنفيذ الموازنة. ولكن يستثنى من هذا المبدأ الموازنات الملحقة، والتي الموازنات الملحقة والتي تتضمن إيرادات ونفقات بعض المصالح العامة التي تتطلب منحها نوعا من الحرية، نوع من الاستغلال، نوع من الملائمة في التصرف، ولكن دون أن تتسع، ولكن لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة. وكذلك الموازنات المستقلة، دي كلها استثناءات على مبدأ الوحدة الميزانية، حيث أن الطبيعة الاقتصادية لبعض المرافق العامة واختلافها عن طبيعة الأجهزة والإدارات الحكومية تبرر أو تبرز أحيانا منح هذه المرافق الشخصية الاعتبارية المستقلة، مش مستقلة عن الدولة ولكن لها شخصية إيه لأحد دخل في شؤونها، وعادة بتزود نشاط اقتصادي وتوفر ظروفا لها تشابه تلك التي توفر في الشروعات الخاصة، وبالأخص من نوع المحاسبية وما يتعلق بأساليب وأصول الموازنة. إذن عاوز أقول يعني في ثانيا وحدة الموازنة القاعدة ده هي تضمن مبدأ استثناء مبدأ استثناء الموازنات الملحقة والموازنات المستقلة. المبدأ الرابع أو القاعدة الرابعة قاعدة العمومية الميزانية، تقضي هذه القاعدة بأن تشمل الموازنة العامة على كافة تقديرات الوإيرادات العامة، تقديرات النفقات والوإيرادات العامة دون الإجراء أي مقاصة بين الاثنين، وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة على كل موارد الدولة ونفقاتها. رابعا قاعدة عدم التخصيص، تقضي هذه القاعدة بعدم جواز تخصيص موارد بعينها لموجود إنفاق معين أو استخدام معين. فقاعدة عدم التخصيص تقضي بأن توجه جميع الموارد لجميع الاستخدامات، ومن ثم يجوز تخصيص مورد معين كالضريبة على السيارات مثلا على سبيل المثال للإنفاق على إنشاء طرق وصيانتها. خامسا قاعدة التوازن، تقضي قاعدة التوازن بأن تتساوي جميع نفقات الدولة مع إيراداتها، دي عددية. وعلى الرغم من ملامسة هذه القاعدة إلى أن الظروف الاقتصادية المتغيرة والمتشابكة لمعظم الدول العالم أدت إلى قبول فكرة وجود عجز أو فائض في الموازنة العامة، إذ يغطي العجز عن طريق الكروت المحلية أو الدولية أو فرض ضرائب جديدة، ويرحل الفائض إلى الفترة التالية، إلى أن هذه القاعدة تحتاج إلى شيء من شيء من التفصيل سواء متعلق بمضمون التوازن المالي نقطة وإلى آخره. السؤال العاشر بقى آخر سؤال، عودة للنفقات العامة، ومن ضمن تقسيمات النفقات العامة ومن ضمن التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة في سؤال مرتبط بيه، ما يميز بين النفقات العادية والنفقات غير العادية؟ انطلاقا من الأصل الاقتصادي في تقسيم النفقات العامة، يمكن تقسيم الأخير النفقات العامة بالنظر إلى كيفية تغطيتها. نفقة هغطيها منين؟ أجيب فلوس لها منين؟ النفقات عادية والنفقات غير عادية. إن التمييز بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية، النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية أو الرأسمالية، ارجع إلى إيه؟ إلى السؤال شاف تقريبا السؤال الثالث. ولذا عرضنا له في السؤال أقصد السؤال الثاني. يقترب من تصنيف تقليدي آخر هو النفقات العامة العادية والنفقات العامة الغير عادية على تفصيل. بكده بقت الإجابة موجودة عندكم، ولكن الوقت دهمنا. بقت إجابة السؤال العاشر موجود عندكم في موجود، ولكن الوقت دهمنا. وفي النهاية أقول لكم أتمنى لكم التوفيق، كل سنة وأنتم طيبين، وأتمنى لكم النجاح، النجاح الباهر. مع تحياتي الدكتور مختار عبد الحكيم طلبة، كلية الحقوق جامعة القاهرة.